شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول الصلاة. الصلاة من الناحية الفقهية لها نوعان من الشرائط. الشرائط التي تعتبر في الصلاة على نوعين. النوع الأول شرائط الصحة. ما هي هذه الشرائط؟ وكيف تكون هذه الشرائط؟ ملاك هذه الشرائط كما يقول الفقهاء مطابقة المأتي به للمأمور به، مطابقة المأتي به للمأمور به، يعني هنالك عمل من المكلف وهنالك أمر من المولى. إذا تطابق هذا العمل مع ذلك الأمر كان مطابقا له، كان موافقا له، هذا العمل يعتبر صحيحا. إذا لم يتطابق هذا الفعل مع ذلك الأمر هذا العمل يكون باطلا. مقدمة هذا الشيء المعرفة. كيف نعرف أن هذا العمل مطابق للأمر أو مو مطابق للأمر؟ كيف نعرف أننا امتثلنا ما أمرنا به المولى أو لم نمتثل؟ المقدمة الطبيعية لذلك المعرفة. إذا واحد عرف الأمر
عرف جزئيات الأمر، عرف تفاصيل الأمر، يتمكن أن يعرف أن عمله صحيح أو مو صحيح. أما إذا واحد ما يعرف ذلك، أما إذا واحد ما عنده اطلاع على خصوصيات الأمر الإلهي، من أين يعرف أن هذا العمل صحيح أو باطل؟ هذه العبادة التي أديتها صحيحة أو باطلة؟ من أين نعرف ذلك؟ هذا الحج الذي قمنا به صحيح أو باطل؟ من أين نعرف ذلك؟ إذا واحد مو عارف بالأحكام الشرعية، لم يقرأ الأحكام الشرعية، منين يعرف أن هذا العمل صحيح أو باطل؟ فالمقدمة الطبيعية لذلك المعرفة. ولذلك الفقهاء يقولون يجب على كل مكلف، مو فقط على علماء الدين، على كل مكلف، علماء الدين أيضا أحد أفراد المكلفين، واجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام العبادات والمعاملات. إذا واحد ما عرف أحكام العبادات التي يبتلى بها، وما عرف أحكام المعاملات التي يبتلى بها، من أين يعرف أن هذه المعاملة التي يقوم بها الآن معاملة صحيحة أو باطلة؟ أحد الأفراد المتدينين المؤمنين المقيدين بالأحكام الشرعية ذكر لي وهو في قم، قال لي: أنا قمت في حياتي بمعاملة واحدة، معاملة تجارية واحدة متواضعة في حدود عدة تواميين، لعلها لا تبلغ دينار واحد. بعد ذلك وبمرور الأيام اكتشفت أن هذه المعاملة كانت معاملة باطلة، كانت معاملة ربوية، معاملة فيها الربا الذي هو أعظم عند الله من كذا وكذا من المحرمات. واحد منين يعرف أن هاي المعاملة ربوية أو مو ربوية؟ منين يعرف أن هذه المعاملة باطلة أو مو باطلة؟ منين يعرف أن هذا العقد أو الإيقاع الذي يقوم به صحيح أو باطل؟ لذلك أكو في الأحاديث: التاجر فاجر، كل تاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. لا يمكن لإنسان يعمل في السوق ألا يقع في الحرام، هذا محال عادة، لا بد أن يقع في الحرام، لم يعرف الأحكام الشرعية إلا إذا تفقه في الدين. وإذا يوم القيامة واحد قال ما أعرف، هذا مو عذر أمام الله، هذا مو عذر أمام الله. الله قال لك ويقول لي ويقول للمكلف، فتحت أمامك طريق المعرفة، كنت تذهب وتتفقه في الدين. التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. في حديث آخر: من لم يتفقه في الدين ثم اتجر فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. قطعا الذي يقوم بمعاملات تجارية يقع في الحرام إلا إذا يتفقه في الدين، وطريق التفقه مفتوح، طريق التفقه المطالعة والقراءة والسؤال من العلماء. الصلاة
كم فيها من الواجبات؟ كم واجب فيها؟ إحنا كم من الواجبات نعرف؟ القراءة، القيام، الركوع، وما أشبه ذلك من هذه الواجبات. هذه هي واجبات الصلاة فقط، وانتهى كل شيء. صلاة تلقيناها من آبائنا وأمهاتنا وانتهى كل شيء. الشهيد الأول رحمة الله عليه جمع كتاباً ذكر في واجبات الصلاة. كم واجب أكو؟ 1، 2، 10، 100، أكثر 1000 واجب من واجبات الصلاة. نعرف هذه الواجبات؟ تعلمنا هذه الواجبات؟ إذا واحد ما يعرف هذه الواجبات كيف يطمئن إلى أن صلاته صحيحة؟ الصلاة اللي هي عمود الدين، إذا كان عمود دين الإنسان فاسداً، هذا شلون رجل متدين الذي لا يعرف أحكام عمود دينه؟ الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه في يوم القيامة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أول ما ينظر في عمل المكلف الصلاة، إذا صلاة تامة ينظر في بقية عمله. يعني هذه القائمة، هذا الديوان، هذا السجل قابل للملاحظة. وإذا صلاة كانت باطلة زج في النار، يلقى في النار. إذا واحد ما يعرف هذه الأحكام كيف يطمئن أن صلاته صحيحة أو باطلة؟ هذا الكتاب طبع تحت عنوان الألفية. الألفية يعني 1000 واجب من واجبات الصلاة. والشهيد أيضا رحمة الله عليه عنده كتاب ثاني، كتاب النفلية. الصلاة كم فيها من النوافل؟ كم واحد نعرف؟ 10. ذكر في هذا الكتاب، كتاب النفلية، 3000 مستحب من مستحبات الصلاة. المجموع كم واحد؟ 4000. 4000 ورد في الروايات إن للصلاة 4000 حد. النوافل معلن بها الآن، ولكن الواجبات، واحد بعد 40 عام يكتشف أن كل صلواته كانت باطلة، كل أعماله كانت باطلة، حجه كان باطل، صومه كان باطل، صلاته كانت باطلة، عباداته كانت باطلة، نتيجة عدم التفقه في الدين. أحد المؤمنين ذكر لي قبل مدة، قال إني كنت أتوضأ على هذه الكيفية، هاي الكيفية، ذكر لي هذه الكيفية، فهل هنالك حل لذلك؟ قلت له لا حل لهذا الشيء عند أي فقيه من الفقهاء. أنت روح إلى أي فقيه من الفقهاء لا يجد حلاً لهذا الوضوء، وضوءك باطل وكل صلواتك باطل، 30 عام، 20 عام، أكثر. إذا واحد ما يعرف أحكام الوضوء، ما يعرف أحكام الغسل، ما يعرف أحكام الصلاة، ربما تكون صلاته باطلة. فحقيقة من الضروري على كل واحد منا أن يضع برنامج للتفقه في أحكام عباداته وأحكام معاملاته. هذا النوع الأول. النوع الأول شرائط الصحة. النوع الثاني شرائط القبول. انتهينا من المرحلة الأولى، أتقننا أحكام العبادات والمعاملات، تفقهنا في هذه الأحكام التي نبتلى بها،
انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، أكو عندنا نوع ثاني من الشرائط، وهي شرائط القبول. أحياناً العمل صحيح جامع للشرائط ولكن مو مقبول عند الله، الله لا يقبل هذا العمل، هذا العمل ما في إعادة، ما في قضاء، ما في عقاب، لأنه صحيح ولكن مو مقبول عند الله، لأنه فاقد لشرائط القبول. توجه القلب إلى الله من عمدة شرائط القبول. إذا واحد فكرة مو عند الله، لا يعرف ماذا يقول، فكره هنا وهناك، حقيقة هذا فرع من فروع حب الدنيا. الإنسان المشغول بالدنيا، الإنسان اللي يحب الدنيا، هاي الدنيا تتملك، تأخذ قلبه، تأخذ كل كيانه، تأخذ قلبه وسمعه وبصره ويده ورجله وكل كيانه، يتوغل في هذه الدنيا، حب الدنيا، حب هذه الحياة. من اللي يسوق الأفراد إلى معصية الله تعالى؟ هو هذا حب الدنيا. من الذي يسوق الأفراد إلى منع الحقوق الشرعية؟ حب الدنيا. ما يقدر، لأن هذه الدنيا ماخذة بقلبه، مالك قلبه، وأحاطت به خطيئته من كل جانب. من الذي يمنع الأفراد من أداء الديون؟ يداين من واحد ثم لا يؤدي ذلك الدين وهو قادر، إذا مو قادر خب معذور، اللي مو قادر معذور ولا يمكنك أن تضغط عليه، ولكن إذا يقدر من اللي يمنع من ذلك؟ حب الدنيا، هذا يتملك القلب. الإنسان في حياته، في متجره، في بيته، حتى في صلاته، هذه الدنيا متملكته، تجره نحوها، يقول الله أكبر وفكرة في المتجر، يقول الله أكبر، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وفكرة في تجارته وفي أمواله. هذا في الواقع فرع من فروع حب الدنيا. الله يقبل هذه الصلاة حقيقة؟ هذه الصلاة مقبولة إذا عرضت علينا صلواتنا، عرضت علينا مو على الآخرين، هذه الصلاة التي نصليها حقيقة إحنا نقبل هذه الصلاة التي نصليها؟ نحن الحكم، ما يحتاج إلى حكم آخر. إحنا إذا تحدثنا مع واحد عادي، تحدثنا ويا واحد عادي، نتوجه إليه، نقبل عليه. إذا واحد حقيقة القضية ما تهتم به، ما تتوجه إليه، شايفين بعض الأفراد ما يهتمون بزوجاتهم أو بأزواجهم، المرأة تتحدث فكرة في مكان ثاني، هو يتحدث وياها فكرة في مكان ثاني، صديق ما تهتم به، ما إلى قيمة عندك، فقير، مع الأسف هذه الظاهرة موجودة، فقير يتكلم ويانا، هذا فرع من فروع الطغيان، من يهتم به، فكرنا في مكان ثاني، حتى إذا نجاوب فكرنا في مكان ثاني من يهتم به، لأن ما إلى قيمة عندنا. الصلاة إذا ما إلها قيمة عند واحد ما يهتم، ما إلها قيمة، يتكلم مع الله تعالى وفكرة في مكان آخر، يقول إياك نعبد وفكرة في بيته وزوجته وسيارته وأولاده. حقيقة هذا مو فرع من فروع حب الدنيا، مو من فروع الانغمار في هذه الدنيا، مو من فروع عشق الدنيا، مو من فروع الاهتمام بهذه الزخارف الزائلة.
هذه الصلاة مو مقبولة عند الله. لذلك أكو في الأحاديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء حقيقة. 40 عام مصلي، ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، ركعة واحدة مو مقبولة، عقاب ما عليه لأن صلاة صحيحة، لكن ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، لأنه من بدأ الله أكبر إلى أن سلم كل فكرة من هنا وهنالك، لم يتوجه إلى الله، لم يتوجه إلى ما يقول، لا يعرف ما يقول حتى تعلموا ما تقولون. هذه الصلاة اللي كان لازم تكون معراج إلى الصلاة، معراج المؤمن، هذه معراج المؤمن، بهذه الصلاة الإنسان يعرج إلى الله، الصلاة اللي هي قربان كل تقي، هذه الصلاة قربان كل تقي، هذه الصلاة التي عرضت على السماوات والأرض عندما أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحين وقت الصلاة كان يصفر لونه ويرتعد، فيقال له يا أمير المؤمنين ما بالك؟ يقول حان الآن وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الصلاة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن الإنسان حمل هذه الأمانة وخان في هذه الأمانة. حقيقة واحد يجب أن يتوقف قليلا، يجب أن نحاول أن نخرج حب الدنيا من قلوبنا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا اللي انغمر في هذه الدنيا لا يمكن أن يحب الله، لا يمكن أن يحب مناجاة الله، لا يمكن أن يحب التكلم مع الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شوية واحد يفكر في آخرته، يفكر في معاده، يفكر في حياة الباقية، يفكر في ما يبقى له عند قبره، مو في هذه الأموال وهذه الثروات وهذه الزخارف الفانية. شوية واحد يتوجه إلى الله، يعود إلى نفسه ويؤدب هذه النفس الطاغية. أحد الأفراد كان ينقل، يقول والدي كان إماما للجماعة وكان يقيم الجماعة. في يوم من الأيام كنا وقوفا وبدأ الإمام بصلاة الجماعة. في هاي الأثناء إجا واحد قروي قرية، ملابس القرى والأرياف، هيئة متواضعة، وإجا وتخطى الصفوف ووقف في الصف الأول. يقول فما ارتحنا لهذا العمل، واحد في هذه الهيئة في هذه الثياب في هذه الملابس يجي يوقف في الصف الأول، وأكو أهل الفضل مثلا وأهل العلم وأهل التقوى، ما قلنا له شيء. يقول أنه بدأ بالركعة الأولى وبالركعة الثانية، الإمام كان في حالة القنوت، نسأل الله القنوت، يسأله من في السماوات والأرض، سؤال من الله، تضرع إلى الله، مثل فقير يجي يمك الشكل يمد إيده ووجهه في مكان آخر يحكي وياك وفكرة في مكان ثاني. حتى فقير ما يسوي هذا العمل، وإحنا نمد يدنا أمام الله وفكرنا في كل مكان ولا نلتفت عادة إلى كلمة مما نقول. يقول الإمام كان في حالة القنوت وإذا بهذا القروي ينفرد، يعني يترك صلاة الجماعة ويتم صلاته فرادى. يقول إحنا تأثرنا أكثر بعد ما أتم الإمام الصلاة، إجينا يمه ليش فعلت هذا العمل، تأتي في الصف الأول
وتتخطى الصفوف وبعدين تنفرد في أثناء الصلاة وتقعد، يقول هو ما يرد، لا يجيب. فيقول الإمام التفت إلى حدوث ضوضاء، فالتفت قال شنو القضية؟ قلنا القضية هالشكل، هذا إجا تخطى الصفوف وقف في الصف الأول، في أثناء الصلاة انفرد في القنوت. فيقول أبويا يعني الإمام توجه إلى هذا الرجل وقال له شنو القضية؟ فقال القروي أقول لك ذلك سرا أو جهرا؟ قال لا قول جهرا، ما في إشكال، خلي الجماعة يفتهمون. فقال القروي عندما اقتديت بك كنت أريد أن أنال ثواب الجماعة، فضل الجماعة. بعدين في وسط الحمد شفت أنت رحت بالسوق، لأن أولياء الله يرون الصورة الباطنية مو هذه الصورة الظاهرية، الصورة الباطنية. شفت أنت رحت للسوق، إلى سوق يباع فيه الدواب، ورحت تبعث عن دابة تشتريها وتركبها في ذاك الوقت، ورحت تتعامل مع هذا البايع ومع ذلك البايع إلى أن وقع اختيارك على دابة من هذه الدواب. بعدين أخذت الدابة وجبتها للبيت، هذا كله في وين؟ وهو دا يقول إياك نعبد، هذه إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أخذت تفكر أين أضع هذه الدابة، في أي غرفة، في أي مكان من البيت، وكيف أطعمها، ومن أين آتي بالعلف أو الشعير مثلا. يقول بعد ما تحملت أكثر من هذا فانفرت. أنت كنت في حالة القنوت وتفكر في علف الدابة وفي مكان الدابة، بعد ما تحملت فانفرت. يقول عندما أبوي سمع هذا الكلام جدا تأثر، مو تأثر لأنه فضح أمام الناس، ولو هذه الحالة موجودة فينا اللي نخاف من الناس أكثر مما نخاف الله. وفي الآية الكريمة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، نخاف من الناس مع أنه ما عندهم شيء. الناس شنو قيمتهم؟ شنو يملكون؟ لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولكن من الله واحد ما يخاف. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. واي يقول أبوي يتأثر وأخذت دموعه تجري على خديه. يقول في هذه الأثناء غاب هذا الرجل القروي، بعث خلفه قال جيبوه، فذهبنا وبحثنا عنه فلم نجده، راح اختفى. نظير هذه القضية تنقل عن السيد المرتضى رحمة الله عليه، يقولون أخوه الرضي اقتدى به في صلاة الجماعة، في الأثناء انفرد صلى فرادى الرضي، فبعدين سئل أنه ليش انفرد؟ قال لأني رأيت أخي يعني السيد المرتضى ملوثا بالدماء في حالة الصلاة. فقيل للمرتضى ذلك أنه هالشكل أخوك يقول، فقال صحيح ما قال، لأنه سئلت قبل الصلاة مسألة في مباحث الدماء، في أثناء الصلاة كنت أفكر في تلك المسألة فرأى صورتي الباطنية. الحقيقة هذه الحالات، هذه الأعراض كلها من فروع حب الدنيا. وإذا واحد حقيقة ما يعالج حب الدنيا في قلبه، بالنتيجة هذا الحب يسوقه والعياذ بالله إلى النار. اللي ما أخرج حب الدنيا من قلبه، اللي ما أخرج حب المال من قلبه، هذا الحب بالنتيجة يسوقه إلى النار. هاي كلها أعراض عدم التفكر،
عدم الالتفات، عدم التوجه، الغفلة، كلها أعراض لذلك الجذر الباطن، حب الدنيا، الانغمار في هذه الدنيا، عشق هذه الدنيا. لذلك نقرأ في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وما ألطفه من دعاء، وما أجمله من دعاء. الدنيا لا تكون أكبر الهم، لتكن الآخرة أكبر الهم، لأنه بعد أيام ينتهي كل شيء، بعد أيام ينتهي كل شيء. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. لاحظ الذيل، ذيل الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. هذا الطاغي الذي قتل قبل أيام، من اللي جر إلى هاي الجنايات؟ حب الدنيا، حب الدنيا يقود الإنسان إلى كل جريمة، ثم يصبح ضحية لهاي الدنيا. هذا حب الدنيا. وذلك الطاغية الأكبر، شوفوا حب الدنيا إلى وين جر، كم من الأفراد الذين قتلهم، لعله بعشرات الألوف أو بالملايين، بمئات الألوف. ليش؟ لحب الدنيا. كم من الأفراد الذين سجنهم ظلما وعدوانا؟ ليش؟ حب الدنيا. ليش؟ لماذا؟ هذا الحب. وبالنتيجة هو هذا الحب سوف يرديه في يوم من الأيام. مئات الملايين من الطغاة الكبار والصغار. نمرود، من الذي أرداه؟ فرعون، من الذي أرداه؟ هامان، من الذي أرداه؟ هؤلاء الطغاة الكبار منهم والصغار، هؤلاء الظالمين، من اللي جرهم إلى الظلم والعدوان؟ حب الدنيا. حقيقة واحد يحاول أن يعالج هذا الحب في قلبه، يحاول أن يتخلص من هذا الحب، أن لا تكون هنالك قيمة للدنيا في قلبه، حتى هو يخاطب الله فكرة في الدنيا، لا يخاطب الله لكن فكرة في هذه الدنيا. هذا مظهر حب هذه الدنيا. فما بكت عليهم السماء والأرض. هل بكت عليه السماء؟ لا. هل بكت عليه الأرض؟ لا. وما كانوا منظرين، عندما جاءت لحظته انتهى. وفي بعض الأحاديث أن المؤمن في ذيل هذه الآية الكريمة، أن المؤمن عندما يبكي، المؤمن مؤمن بالله، تبكي عليه السماء 40 صباحا. بس شنو هذا البكاء؟ لا نعرف، لأن احنا محجوبين. السماء لا تبكي على هؤلاء، ولكنها تبكي على المؤمن. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نخرج هذا الحب من قلوبنا، وأن نحاول أن نتوجه إلى الله أكثر فأكثر، سواء كنا في السوق أو في البيت أو في الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة،
بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.